اهلا اهلا، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ عديماتكم؟ اموركم طيبه ان شاء الله، تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. واخيرا جبت لكم الجزء الثاني من القصه ديال الاخ اللي عاود لينا القصه ديالو على الزيجات ديالو بجوج، والثالثه اللي راه حاصل فيها وعنده معها المشكل حاليا، واللي عندها رغبه كبيره في الفراش وحصلها مع 10 ديال الرجال. ولا اله الا الله محمد رسول الله، ماشي عيالات اللي ما كيخافوش من الله. المهم القصه غادي ندخلوا فيها مباشره، وبغيت نذكركم يا البنات بشي كومونتير، كذلك قصص امينه حطيت لكم المشروب السحري، وان شاء الله الا لقيت تفاعل في ديك القناه غنبقى نحط لكم فيها وصفات اشنو بان لكم الكبيتات ديالي في هذا الشيء اللي بغيت ندير لكم في هذه القناه. الا عجبكم هذه القضيه هذه خليوا لي في كومونتير. بالنسبه للسيده اللي كانت سمحت بنتها في الكار بالعاني، بنتها عمية وسمحت فيها وكانت باقا صغيره ودازت مده طويله، ندمتها السيده علاش خلات بنتها وعيت متقلب عليها وما لقاتهاش، فاش دارت نداء في القص في القناه ديال سمح حكايتي رسميه، وبطبيعه الحال اعترفت بداك الشيء اللي دارت حق بنتها. فاخيرا كاين واحد الجديد كيفرح، راني خليته لكم، وقريب ان شاء الله غادي ندير واحد المباشر من مدينه الناظور ان شاء الله. انا ما كنوعدكمش ولكن كنتمنى المعنيين بالامر يخليوني نصور، حيت غادي نحضر في ديك اللقاء ان شاء الله. فما نكذبش عليكم البنات، فرحانه بزاف ومتحمسه بزاف بزاف وعاجبني الحال، والحمد لله هذا هو الربح، هذا هو راس المال. ندخلوا مباشره في القصه او الجزء الثاني بالاحرى، ونبداو على بركه الله. من بعد ما ساليت مع الزوجه الثانيه تما ضربت على شي حاجه سميتها الزواج، قلت انا غادي نبقى سيدي عزري ما نصدعش راسي انا بالمراه، اصلا العيالات ما فيهمش الثقه. وملي غدرتني هاد السيده هادي اللي كتبان بحال ديك حجره ديال المحافظه، صافي كلهم العيالات فقدت فيهم الثقه من امي وجبد، ما بقيتش كنثق في المراه كيف ما بغات تكون دايره. المهم قررت واخيرا انني نبقى وحداني، بقيت واحد المده. هنا الوالده كل مره نضال لي تزوج، واش ما بغيتيش تزوج؟ كل نهار كتصوني عليا، ما علينا ما جات نخدم الخدمه ديالي عادي. صافي الوالده ديالي كل مره كتقول لي نتزوج، كنقول لها امي خطيني نمشي زواج، انا ما بغيتش نتزوج. الدراري اللي كانوا معايا تزوجوا صافي، كل واحده وكل واحد مشى بحالاته، حتى ديك الدار طلقناها. كريت مع واحد الدراري وحدين اخرين، وهاد المره هادي كريت مع واحد الدراري غير الاخلاق ديال الدراري اللي كانوا معايا نهار الاول، اللي من بيناتهم ولد خالت البنت اللي كنت تعرفت عليها من خلاله. المهم تلاقيت مع واحد الشماكليش غادي نقول لكم، هما الصراحة ما عمرهم تجاوزوا معايا الحدود، كانوا داخلين سوق راسهم محترمين راسهم محترمين حتى الوجود ديالي معاهم، غير هي اللي كانت فيهم واحد الطبيعة ما كانتش كتعجبني. غير أنا كنمشي نخدم وهما مي كيكونوا هكا روبو ما كيخدموش، حيت الخدمة ديالي أنا غير الخدمة ديالهم، كل واحد فاش خدام على راسو. مثلا فاش كيكونوا هما في الدار كيدخلوا البنات، أنا فاش كنجي كنلقى الدنيا مرونة، الشراب كيكميو اعزكم الله، فاش كيديروا داك الشيء الفاحشة كيخليو داك الشيء موراهم كلشي مجعفن. المهم كلشي في الطريق بلا ما نشرح لكم، بحال نقولوا دار الدهارة. بيني وبينكم انا في ديك الوقيتة كنت وسطروا ليا الخوت على كنت متقي الله، مقابل صلاتي مقابل القران ديالي الجامعه ديالي، ما كنخطيش الصلاه في المسجد خصوصا صلاه العشاء، اما حتى الاوقات الاخرين كيشدوني خدام. المهم كنجي من الخدمه كنوجد داكشي اللي قسم الله، كناكل كندوج اللي كان خاصني ندوج، كنمشي للجامع كنجلس نصلي المغرب، كندوز ناخذ واحد القهيوه، يعني فواحد القهوه هكا على قد الحاس لا كيكون فيها غير ولاد الشعب، الا كان شي ماتش ديال الكره ولا شي حاجه، ماشي تسمعوا قهوه يحسب لكم ديال الشيشه ولا ما كان كمي ما كنقرب ليه، كنتفرج على الماتش ولا على شي حاجه، وكنصلي العشاء ديالي وكنتمراجع بحالتي كنتكا كنرتاح. الصباح كنوض نتوكل على الله ونخدم على راسي. هاد الدراري واخا كانوا محترميني ومحترمين الوجود ديالي معاهم، ما كرهونيش انا الغمس معاهم في ديك الويل، داكشي علاش غادي يديروا خطه بيناتهم باش يطيحوني في الشبكه، واكيد غادي يلقاو الايمان ديالي ضعيف ودغيا طحت ليهم. حيت الراجل ملي كيكون عزري يقدر يصبر على المرأة، ولكن ملي كيتزوج وكيعاشر المرأة مرة وجوج راه كتولي عنده ديك الرغبة للمرأة. أنا شنو نوضو دارولي؟ واحد النهار جابو البنات، داك النهار هذاك ما كنتش خدام كان بالحد،
نهار الحد كنصبح شويه نعسان، ديك ال11 كنوض كنجمع حويجاتي كنصبنهم كنشرهم. ايوا فاش نوضت انايا لقيتهم ناشطين، مهم فرحانين، قالوا لي فلان، قلت لهم نعم، قالوا لي هاد النهار انت اللي غادي تقاد لينا الطويجن من يديداتك. قلت لهم خطوني عليكم، انا اليوم غادي نصب حوايجي نخمل بيتي. قالوا لي والو، المهم شدوني الشده ديال العمى، قالوا لي غادي ديرنا طويجن من بنت يديك، معاك كنت كنصرع الطير تزوفرت اخوتي سنين. المهم قلت لهم ماشي مشكل، تقداو شنو خاصكم وانا غادي ندير لكم الغدا مادام طلبوني. قلت ماشي مشكل، حتى انا شحال من مره كنجي كنلقاهم طيبين كيقولوا لي زيد تاكل معنا. مع العلم كل واحد عايش يعني بوحده، كل واحد كيصرف راسو، ما كاينش داك انا نصرف سيمانه وانت سيمانه، ما كايناش هادي، كل واحد كيصرف على راسو داكشي اللي قد عليه. مشاو خرجوا جابوا لي خضيره، جابوا لي شويه دجاج، المهم جابوا لي كل حاجه شويه. قالوا لي هاك قد لينا شي طويجر، راه جايين عندنا شي ضياف. قلت لهم شكون هاد الضياف بالسلامة والعافية، شنو خاصك؟ القرد خاصني بوكي ديال الورد. قلت لهم شنو خاصنا؟ خاصنا حنايا غير الضياف. وقالك بركة من العياقة، وقاد لينا طويجن يكون مهور وكثر الخضرة ودير الحرور، وعندك تسنى زعلوك، معاك كنصرع زعلوك، وكنت كنشوي الفلفلة والدنجال ومطيشة غير فوق البوطة، وكيجي يا سلام. المهم قلت لهم ماشي مشكلة سيدي، ضيافكم هاد النهار على حسابي، جيبو غير الديسير. قالوا لي سيدي جاك، وحتى المناضة راه حنا غادي نجيبوها. ايوا الدراري خبروا واحد جوج تسوي بحال هكذا، جاو لقاو الطويجن كيطيب ناقص، على البوطه كيطيب على خاطر خاطرو، الريحه ديالو كتشم من راس الدم. ايوا غير كما جاو، ما جاش بوحديتهم، جاو الدراري، حنا كنا في ديك الدار ربعه بينا، جاو ثلاثه بيهم وجابوا معاهم ربعه ديال العزبات قرطاسات، ماشي نقول لكم عزبات يحسب ليكم باقي بنات. المهم داك بنات مساك الله يعفو عليهم ديال الشارع، اللي هذيك هي الخدمه ديالهم. المهم الناس لقيتهم داخلين عليا بسبعه بيهم، اواه وانا الثامن، بديت كنحسب كنقول هادي مع هذا مثلا، وهاديك مع هذاك، وهاديك مع الاخر، وهادي لاش جابوها. ايوا هما بداو شادين فيا، قالوا لي ما نسيناكش اخويا، جبنا لك معنا الدواقه. قلت لهم اش من دواقه؟ قالوا لي جبنا لك الديسير. قلت لهم الديسير جبتوه لراسكم ماشي ليا انا. قال لك والله الا جبنا لك اخويا النوقه ديال الديسير. شوف شوف تبارك الله مهبره، بقاو عليا بديك الهضره ديال السوق بيني وبينكم. حشمت هزيت راسي ونطلت البيت ديالي، حيت كنا مريحين في واحد المرح، داك المرح كنريحو فيه كاملين. ايوا هي هذيك، عيطوا عليا قالوا لي واش برير ديال اتاي من هنا الله يرضي عليك فلان. قلت لهم مرحبا، درت لهم واحد البراد ديال اتاي، حطيت لهم وجد الغدا، حطيت لهم الغدا. تغدينا الصراحه مجموعين، ما عرفتش اخوتي شنو داروا لي في ديك المناضه، انا حسيت بهم انهم داروا لي شي حاجه، وليت ماشي طبيعي، وكنضحك غير بوحدي، لقيت راسي شلت فيا النار. ايوا هنا الخوتين غادي يطيحوني في الرديله وفي الحرام. صافي ما حسيت براسي الخوت، حتى انا درت داكشي اللي كيديروا، كان كل واحد شد وحده، هذيك بقات بوحدها جات كتحلون عليا، ما نكونش ليها من العاكزين، وهذاك الخوت اول مره في حياتي غادي ندير فيها الحرام. الله يسمح لي، الله يغفر لي، ماشي درت الحرام وتوبت، لا، واخا بينت على انني انا ما عجبنيش الحال وعلاش انا درت الحرام، بقاو كيقولوا لي حتى انت مالك معقد صاحبي، مالك كون مطلق، مالك اخويا، اللهم دير الحرام اخويا ولا تبقى محروم. الحرام هو اللي راك عايش فيه، جالس محروم لا مرا لا جوج، انت ما باغيش صاحبي تزوج وما قدش على الحلال، دير الحرام وان الله غفور رحيم. ايوا كنا كانوا كيسكتوني غير بان الله غفور رحيم، ونساو ان الله شديد العقاب. المهم الخوت بقيت منغمس معاهم داك الهم ديالهم، حتى لواحد النهار واحد فيهم حصل عنده مخدرات، وكانوا في واحد القهوه مشبوهه، جر معاه الدراري كاملين الا انا، واخا الاخرين كانوا باغيين يجروني حتى انايا، وانا خوتي ما كنت كندير لا مخدرات لا والو، راه واخا نغمس معاهم في الحرام وليت كنشرب معاهم، ما عمرني كبيت الدخان، ما عمرني ما درتو في امي، شرب مره كنت كنشرب داك الجغنو ولا داك جوج، صافي غير بحال كنشط وكنساو صافي. ايوا تلقيتهم مشاو كاملين فيها، الا انا الحمد لله ما لقاو عليا حتى شي حاجه، السيره ديالي بغي خير، ما عندي حتى شي حاجه مع المخزن، مهم اموري مزيانه. قلت الحمد لله ربي كيبغيني، وهذه باينه رساله من عند الله باش يوقدني ويقول لي نوض سي محمد، نوض 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 نقد راسك قبل ما يفوت الفوت. فعلا رجعت راسي، تبت لله الواحد الاحد، وقلت عوما عاود ندير شي حاجه ديال الحرام، واخا نعرف راسي مع شنو يوقع، واخا تشدني سكرات الموت ما نديرش انا داك الشيء هذاك، واخا يكون بالي فيه ما نديروش. ايوا خيكم التجأت لوسائل واحده اخرى،
فين ما كتجيني شهوتي على المرأة ولا كنفكر في المرأة كنمشي ندير شي حوايج الله يسمح ليا والله يغفر ليا بحال العادة القبيحة. وليت مدمن على العادة السرية، كنت كنمارسها الصباح وعشية، وشحال من مرة كنكون في الخدمة يا الخوت وكتجيني داك الحالة هذه، كندخل حاشاكم عزكم الله للطوالت وكنعطل. وليت دائما كنلقى المشاكل في الخدمة ديالي وكيقولوا لي مالك وليتي كتدخل الطواليت وكتعطل، كنقول لهم حقا فيا النبولة وحقا راني مريض. بقيت واحد المدة بحال هكا وانا نفعل على راسي بلي فيا النبولة وانا مريض، لدرجة انني فاش كنت كنمشي عند والديا كانوا كيلاحظوا لي انني كندخل الطواليت وكنتعطل، وانا راني كنقضي الغرض، وانا من النوع ديال الرجال ماشي بالسهل باش نقضي الغرض ديالي، حتى الا قضيته مرة خصني جوج وثلاثة وربعة وخمسة. المهم فين ما كيسولوني كنقول لهم فيا البرد وفيا النبولة. بقيت كنفعل على راسي حتى لواحد النهار حسيت براسي واحد البلاصة لتحت من كرشي التحتاني كضرني، عرفت واحد الحرق كيبقى وكيشلط معايا بحال شي موس. اوه شنو هاد الشيء؟ من داك الحريق شدني وانا في دارنا، كنت ديت واحد 15 يوم للكونجي، قلت ندوزو مع والديا وانا نحس بديك الحريق مره مره كيشحطني. المهم الوالد قال لي مالك ولدي شفتك مبدل وجهك ماشي هو هذاك. قلت ليها الوالد كيجيني واحد الوجع مش كيت عليك. قال لي فين؟ قلت ليها فين ها فين. قال لي واش كتدخل الطواليت عادي كتبول؟ قلت ليه شويه ديال الحريق كنحس براسي شي حاجه كتمغزني. قال لي خصك تمشي تشوف الطبيب يمكن عندك النبوله ولا البرد. قلت ليه ما نعرف. المهم صبرت ديك 15 يوم، كانت امي مسكينه كطيب لي العشب وكتعطيني، ولكن ديما مهرسه لي راسي بالنكر نتزوج ندير ولادك انت فوقاش باغي نتزوج وبين فلوس كياكلوها العيالات. المهم طيبت لي قلبي، ما كملت معهم ديك 15 يوم ديال ديك الكونجي حتى غفر لي الله. صافي من بعد مشيت بحالاتي نخدم، ايوا غير بديت الخدمه السيمانه الاولى السيمانه الثانيه صافي الحريق بدا كيجهد فيا. مع العلم الحريق ما كانش فيا بزاف، كان فيا غير شويه، من بعد صافي الحريق ولا كيجهد فيا. يا ربي شنو هاد الشيء يا سيدي الكريم؟ مالي انا علاش فيا هاد الحريق كامل؟ ياك لاباس والله يا الخوت الا كنت كنموت تورو كنت كنموت. الحريق ديال بصح ماشي زعما حريق سهل، الحريق ديال بصح. صافي تما عيطت للوالد، قلت ليه الوالد قال لي نعم، قلت ليه انا راني كنموت. قال لي شد الكرواجي بحالك ولا شد الدرهم. قلت ليه انا الا تحركت من هنا للباب راني غادي نقدر نسخف نطيح، راه فيا واحد الحريق خايب بزاف. ايوا هزوا الوالدين ريوسهم، الام ديالي والاب ديالي جاو عندي لقاوني كنتقطع. داك الساعه عزكم الله كنت كندخل الطواليت بالدم، يعني كانت بول الدم. صافي الوالد فاش عرفني كانت بول الدم تما فين غادي يسخن عليه راسو خاف بزاف. داوني ليرجونس بحاله مستعجله، داروا لي السيروم، داروا لي الدواء ديال الحريق، ضربوا لي واحد ليبره. المهم قالوا لي خصك تمشي عند اختصاصي ولا تمشي دير هاد التحليلات. الليل نص ديال الليل حيت كنوصل والديا في الليل، ما كاينش اللي غادي يدير لي التحليلات في ديك الوقت، واصلا الطبيب قال لك سيدي في السبيطار ما عندهمش التحليلات هادوك، ضروري ديرهم على برا. ايوا تسنينا تصبح علينا الحال، فاش مشينا نديرو ديك التحليلات عطلو علينا. تما الوالد غادي يخرجني من المستعجلات، قال لي نوض ولدي نوض نوض تمشي بحالك للطبيب اختصاصي. وداني لواحد الطبيب ديال المسالك البوليه، فاش مشيت بدا كيدير ليا فحوصات غادي تبين عندي واحد الحبه في النبوله. وييها الخوت انا عاد فاس شبابي وقاسني حبه في النبوله. الوالد في الاول ما قال لي والو، يعني واخا الطبيب قال له داكشي ما قالش ليا انا حتى شي حاجه. هضر مع الوالد قال لي انا ما عرفتش النفسيه ديال ولدك واش من النوع ديال الرجال اللي كيتقبلوا. قال لي اودي الا ما تقبل راه يتقبل بالزمن، اشنو كاين دكتور خلعتيني. قال له اودي ما عندي ما نخبي عليك، ولدك راه مسكين فواحد الحاله يرثى لها. قال لي كيفاش؟ قال لي راه يقدر عنده البروستات. الوالد ديالي معاه كان عارف شويه، قال لي ولكن واش هو يقيسوا البروستات في هذا العمر هذا؟ انا باه ما فيهش البروستات. قال له راه كاين اللي كتجي يعني في عمر مبكر، كاينين حالات اللي كتجيو في هذا العمر. المهم حنا غادي نديروا التحاليل ديالنا ونشوفوا، لان الولد كتبين عنده واحد الحبه في النبوله، ديك الحبه ضروري خصنا ناخذوا منها واحد العينه باش نشوفوا واش المرض القبيح ولا غير شي ميكروب عادي. اي واش غادي نقول لكم الخوت؟ انا صافي تما فشلو يديا معجليه، حيت الوالد غادي يواجهني وقال لي تواجه مع الطبيب باش تعرف شنو عندك. اب ديالي مسكين عنده نيشان، قال لي انا وليدي انت ماشي صغير ولا راك عندك 6 سنين خبي عليك انا المرض، راه الطبيب شنو كيقول. صافي واجهني مع الطبيب، قال لي الطبيب ما تخاف من والو ان شاء الله ما يكون غير الخير، حنا غادي نديرو الفحوصات ديالنا والتحاليل
ومن بعد ما غادي تبان النتيجه ديال التحاليل غادي نشوفوا شنو غادي نديروا. فعلا غادي يديروا لي واحد العمليه بسيطه، حيدوا لي واحد العينه من ديك البلاصه هذيك، صيفطوها. تعطلات تقريبا شي 15 يوم حنا كنتسناو في ديك التحليله. النهار جات التحليله عيط ليا الطبيب، قال لي شاده ولدي في راسك. قلت ليه كيفاش؟ الطبيب قال لي ولدي انت في بدايه المرض، يعني ما تخاف من والو، اه كاين المرض والعينه طلعت لك خايبه، عندك سرطان، ولكن هذا هو اللي قسم الله. ما خصك تمالك الاعصاب ديالك وعوض ما تبقى تفقص في راسك وتقول علاش وكيفاش، خصنا نلقاو الحل. قلت ليه شنو هو الحل يا دكتور؟ قال لي الحل هو نتبعوا العلاج ديالنا ويكون خير. راه ماشي انت الاول ولا الاخر اللي مرضتي، وحمد الله وشكرو انك المرض بان فيك وهو يلا في البدايه ديالو. قال لي كاينين الناس مسكنتها كيوصلوا 50 عام عاد كيبان لهم المرض، فاش كيبان لهم كيكون دايز المرحله ديالو، داكشي علاش غير كيبداو العلاج صافي كيتاثروا. قال لي دابا ما تخاف من والو، ان شاء الله غادي يكون غير الخير. قال لي حاجه وحده اللي بغيت نقول لك عليها. قلت ليها ما هي؟ قال لي على ما سولتك في الاول على الزواج، قلت لي بلي ما مزوجش. سولتك على الوليدات، قلت لي راه ديجا كنتي مزوج ومراتك واقيلا الاولى حملات وطاح ليها. قلت لي هي؟ قال لي دابا ما عندكش ولاد، ما عندكش مراه. قلت ليه والو، ما مزوجش، طلق جوج عيالات، الاولى حملت معايا والثانيه كانت مازال، وما عنديش الاولاد ما عنديش المراه، حاليا ما عندي لا ولاد لا مراه. قال لي شنو فاش نقول لك اولدي؟ انا ما غاديش نقول لك هادشي دابا اللي غادي تسمعوا مني 100%، ولكن 50% اه و 50% لا. قلت لي شنو هو هاد اه وشنو هو هاد لا؟ قال لي احتمال كبير انك ما تولدش. قلت لي كيفاش؟ قال لي انا كنقول لك 50% يكونوا عندك وليدات، 50% يكونوا لا، وهادشي كيكون بعد العمليه. ولا درتي الشيميو راه كتنقص العلاقه ديالك مع الزوجه ديالك، يعني واخا تزوج ما تكونش علاقه جنسيه بشكل يومي ولا، الا كانت الا ما انعدمتش نهائيا راه غادي تكون، ولكن تكون بواحد الشكل اللي مره يعني ما كتبقاش عندك القدره بنسبه مئويه كبيره باش دير العلاقه مع الزوجه ديالك. المهم شرح لي شي حوايج بلا ما ندخل لكم فيها الخوت. المهم نجمع نقول لكم ان هذا الطبيب قال لي احتمال كبير انك ما تقدرش تعاشر الزوجه ديالك معاشره طبيعيه، ولا كانت المعاشره تكون مره في الوقت، واحتمال كبير ما يكونوش عندك اطفال. هادشي اللي قال لي الطبيب، هادشي اللي بغى يوضح ليا. جيت انا قلت ليه انا صافي ما نديرش العمليه، ولا كان انا هادشي غادي يطرى ليا، انا مازال ما ولدتش ولادي، انا صافي ما نديرش العمليه. قال لي الا ما درتيش العمليه نعطيك من هنا واحد 6 شهور المرض غادي يتفاقم، يقدر يمشي لك الكلاوي، يقدر يمشي لك البلايص اخرين العظم، المهم كاين بزاف د البلايص فين يقدر يمشي لك المرض. ولا بقى تنتشر لك المرض راه ما غاديش نقدروا نتغلبوا عليه، وغادي تولي في معاناه كبيره. قال لي دابا اختار ما بين الحياه الجنسيه والحياه اللي تقدر تعيشها انت هاني ومرتاح بلا مرض. المهم حطني ما بين نارين. قال لي ها انت، انا ما غاديش نقول لك دير العمليه وما غاديش نبز عليك، هاد العمليه كتندار بالخاطر ديال المريض، انا كنقول لك العواقب ديال هاد الشيء. كل حاجه عندها الايجابيات والسلبيات. الايجابيات ديال هاد العمليه انك انت غادي تشافى ان شاء الله، ونحاولوا اننا نوقفوا المرض مع حدو في البدايه ديالو، انت باقي شاب وباقي صغير. السلبيات ديالو على انك انت ممكن تفقد القدره الرجوليه ديالك للفراش، وكذلك القدره على الانجاب. هادو هما السلبيات. دابا اختار ما بين راحتك وصحتك وما بين الولاد وما عرفت اشنو. المهم بقيت غير كنشوف. قلت ليه الطبيب عطاني واحد المده معينه نفكر. قال لي ما تفوتش شهر من التفكير. قال لي ونزيدك واحد الحاجه، انا ما كنقولكش هكا باش تجي دير عندي العمليه ونجي انا نبزنس فيك، لا. قال لي شوف اوليدي راه عطى الله الدكاتره، سير تا كاع لمدينتك، حيت كنعرفني انا ماشي من تما، وبلي والديا جاو عندي باش جابوني عنده، حيت انا كنت في حرجه خصني تدخل ديال الطبيب. قال لي تقدر تمشي لمدينتك وشوف الطبيب اللي غادي يدير لك العمليه ولدي، تقدر تمشي ديرها بالراميد، تقدر دير عندك لاسينيسيز، تقدر دير تشوف شي حد اللي يدير فيك هاد الاجر ويدير لك فابور. المهم سير دبر على راسك، ما كنقولكش اجي دير عندي العمليه، سير عند اي طبيب غير ما تغفلش على راسك. المهم الخوت مشيت والديا ساقوا الخبر، امي بقات غير كتغوت كتقول. قلت لها امي الله يرحم ليك الوالدين ما تكمليش عليا. قلت لها انا كانت عندي مراتي وخديتها وكانت عاجباني وكنت حامق عليها، ولكن انت امي ما خليتيليش،
ما خليتي لي مرة، ما خليتي لي دراري، واش نسيتي شنو درتو فيا؟ المهم بقيت كنلومها ورجعت على الدموع. ما نكذبش عليكم، واخا كنت كنبان قوي وكنت كنقول انايا راجل ما خصنيش نبكي، ولكن ديك اللحظه كنت ضعفت، حسيت بان داك الشيء هذاك وصل ليا للعظم من غير المرض، ولكن الحكره اللي كنت كنحس بها. بين عشيه وضحاها لقيت راسي لا ولاد لا مرا لا حتى شي حاجه من غير المرض. مش غادي نقول لكم، بديت من نقطه الصفر، امتلكت الاعصاب ديالي ونوضت توقفت من جديد، وقلت انا حتى شي حاجه في الدنيا ما غادي تغلبني، فعلا غادي نقرر واخيرا انني نتعالج غير في صفره ولا في حفره كيف ما كيقولوا. قلت انا كيف ما كان الحال الانسان يدير السبب والكامل على الله، وربي كبير والرحمه ديالو واسعه كل شيء، الحمد لله على كل حال، ربي كبير والرحمه ديالو واسعه. واخا الانسان صراحه ما كيختارش القدر ديالو، ولكن على الاقل ربي سبحانه وتعالى كيختار لنا اللي فيها الخير. داكشي علاش انا كنت صابر القضاء الله والقدر ديالو. واخيرا فكرت مزيان وخديت القرار ديالي انني غادي ندير العمليه، واللي كانت في المكتب ما عنديش مشكل ندوزوها باش ما عطى الله. رجعت عند داك الطبيب نيت وقلت ليه انت اللي تقت فيك وانت اللي غادي دير لي هذه العمليه وانت اللي غادي نتبع معاك العلاج ديالي. قال لي ماشي مشكل، ان شاء الله ما يكون غير الخير، ومادام انت جيتي عندي وتقتي فيا ما انا ما غادي نضيع معاك والو، والحاجه اللي في الصالح ديالك غادي نديروها ان شاء الله ما يكون غير الخير. فعلا تبعت مع داك الدكتور، دار لي الاجراءات اللازمه، خداو العينه داروا عليها تحاليل تبين ان عندي سرطان، ولكن غير في البدايه ديالو. قال لي ما تخاف من والو وان شاء الله ما يكون غير الخير، وحتى داك الاحتمالات اللي قلنا ماشي 100% غيكون وارده، ولكن انا غير من حقي نقول لك شنو كاين باش غدا ولا بعدو ما تجيش تلومني وتقول لي علاش ما قلتي لياش. قلت ليه اللي فيها الخير الله يجيبها. فعلا الخوت غادي نبدا العلاج ديالي، وغادي ندير داكشي كامل اللي قال لي الطبيب. تمحنت بزاف، عشت واحد الايام واحد الشهور بل عام ونص وانا في العذاب، واخيرا تمكنت انني نعالج راسي بالفضل ديال الله وبالقوه والاراده اللي كانوا عندي. انا واحد الانسان محب للحياه، كنت باغي نعيش باي طريقه بطبيعه الحال الا طول ربي في العمر. عانيت بزاف وقاسيت بالتعاون مع الاب ديالي وحتى الام ديالي اللي ما بقاتش كيف ما كانت، ولات حتى هي هدمت من داك العصبيه ديالها، وبحال عرفت راسها انها غلطه ودارت معايا غلط كبير. المهم دازوا الايام والشهور بل السنوات، لقيت راسي الحمد لله مزيان، تبع البروتوكول العلاج ديالي غادي بخير وعلى خير، واهم حاجه كنت تبع الريجيم. هنا الوالده ديالي تقول لي نوض وليدي تزوج الله يرضي على ولدي، وهاد المره انا اللي غادي نختار لك المراه. قلت لها واخا امي ماشي مشكل، انا هاد المره غادي نمشي في الرضا ديالك، مع العلم انني لقيت امي يعني حطت من داك السلاح ديالها، ما بقاتش كيف ما كانت في الاول، كانت قبيحه واعره ولكن ما بقاتش. قلت اللهم لك الحمد، مشي بالطاعه الوالدين لعل وعسى ربي هاد المره غادي يكتب لي الخير، ولكن كلشي اللي مكتب لينا في هاد الدنيا راه من الخير سواء خايب ولا زوين، المهم ربي كيبتلينا واخا بالمرض واخا باي حاجه في هاد الدنيا راه فيها الخير لينا. داكشي اللي كان الخوت، تبعت الام ديالي في الراي ديالها، مشات خطبت ليا واحد السيده ما كنعرفها ما كتعرفني، قالك حكا الواد تلاقات بها في الحمام وحكت ليها دارها. قلت لها غنشوفوا العيالات الحمامات فين غادي يوصلونا. انا ملي شفت البنت ما نكذبش عليكم دوخت صافي، هبلت طيت البنت زوينه بزاف، غير هي باينه فيها خفيفه شويه، ولكن ما ديت ما جبت فيها، قلت براسها لعل وعسى هذه اللي غيكون فيها الخير. ايوا ملي هضرت معها الوالده وقالت لها غادي ناخذك لولدي ما قالتش لا، وكانت امي قالت لها واش بغيتي تجي عندنا للدار شي نهار، قالت لها خالتي نجي. وراتها امي فين ساكنين، حتى واحد النهار لقينا السيده كتدق في الدار، دخلتها امي قالت لها مرحبا بك. المهم انا شفت السيده دخلت هضرت معها قلت لها شوفي يا بنت الناس واحد جوج ثلاثه، انا هالمشكل اللي عندي وهمناش كنداوي. واخا امي الصراحه ما بغاتنيش نقول لها داك الكلام، قالت لي علاش مشيتي كتسبق الاحداث وهضرتي معها، خلي داكشي كلشي ديال الله ربما ما يكون عندك والو. قلت لها امي انا ما غاديش نجي نضحك على بنت الناس، هي غدا بعد غدا ما قدرتش نعطيها الواجبات والحقوق ديالها، ولا ما قدرتش يكونوا عندي وليدات معاها، اللهم دابا تعرف بغات هي هذيك ما بغاتش الله يعاونها الله يعاونها. صراحه ما قالت والو، بالعكس قالت لي انا ما عنديش مشكل وكلشي ديال الله. هاد البنت اللي غادي نعرفوا عليها انها كانت ديجا مزوجه ومطلقه، غير هي قالت لي اودي كانت زوجت الزواج قبل البناء،
طلاق قبل البناء، يعني تزوجت وما كملتش في الزواج ديالها، وحقه والواد قال لك كانوا مزوجين غير بالفاتحه، ما كانت دايره لا عقد لا والو. قالت لك انا الوالد ديالي عطاني الله يرحمه بالفاتحه مع البنت كانت كبيره. قالت لك سيدي والديها ميتين وما عرفت اشنو. المهم السيده ما عرفتش الصراحه علاش كانت كتدخل وتخرج في الهضره. مره قالت لك انا الوالد ديالي عطاني بالفاتحه وملي ما تمسفهمش مع السيد وطلقت انا وياه. مره كتقول لك لا انا والدي بزوج عليا الزواج. المهم انا ما بغيتش نتعمق نهائيا في داك الشيء هذاك اللي كتقول لي. قلت براسها مادام هاد البنت باغا الزواج كيف ما بغات تكون ما عنديش مشكل، وحتى انا مدوز جوج ماشي غير وحده. المهم هضرت معها قلت لها واش انت قابله على هاد الشيء اللي قلت لك؟ قالت لي ودي انا ما عنديش مشكل، مرحبا ولي دارها ربي هي اللي كاينه، انا قابله عليك كيف ما نتايا. قلت الحمد لله والشكر لله، واخيرا جاب لي الله واحد بنت الناس اللي غادي تقبل عليا. ايوه هي هذيك. قلت انا ماشي مشكل، خليها براسها كيف ما بغات تكون. وخا الواليد الصراحه قال لي ولدي هاد السيده هذه ما عجبتنيش الهضره ديالها وما عرفتش علاش ما دخلتليش لراسي. قلت ليه الواليد دبر راسها نديرو فيها حسنه وما تعرف الخير فيهاش. قال لي توكل على الله. صافي توكلنا على الله، خطبناها من عند الام ديالها، كانوا عندها غير خواتاتها البنات، جوج مجوجين وحده باقا بلا زوج وهي. المهم فاش خطبناها من عند الام ديالها عطاتنا البنت، ما ذكرت علينا لا الطلاق ولا الزواج، حتى حنا ما بغينا نسولو كاع في ديك الامر. صافي توكلت على الله، جمعت راسي، دارت العرس ديالها على قد الحال، عرضت على الجيران والحباب. اما انا درت واحد الصدقه الحمد لله بمناسبه الشفاء ديالي، واخا ما كنتش بغيت 100% بمناسبه الزواج ديالي الثالث. فرحوا معايا الحباب الجيران الصحاب. المهم بديت حياتي الزوجيه مع هاد الانسانه. هنا غادي تسالوا كاملين بكم وغادي تقولوا لي أمدرة كيفاش كانت علاقتك معها وكيفاش كانت حياه الزوجيه مع هاد الانسانه. اول حاجه في البدايه ديال الزواج انا جاني المراه عادي، يعني عادي كنلبي ليها الرغبات ديالها على اكمل وجه، ولكن هادشي ما غاديش يدوم بزاف. العام الاول الثاني حسيت براسي وليت كنفشل، ما بقيتش كيف ما كنت، والمرأة تبارك الله عندي كتبغي داكشي كل ليله. المهم اعزكم الله هاد السيده هادي ما كانت لا كتحشم ولا كتمرك، كتطلبها ليا هكا في وجهي. العام الاول ما كانت كتقول والو، اصلا كنت كنلبي ليها الرغبات ديالها. ما عرفتش واش من قوت ما كنت كنلبي ليها الرغبات ديالها اكثر من الطاقه ديالي انا. صافي جاني الضعف ولا داك الدور اللي كنت كندير، والله الخوت ماني عارف. المهم ان السيده كانت فين ما كتطلب حقها كنقول لها هذا حقك المشروع مرحبا، كنلبي ليها رغباتها كامله. من بعد ما داز داك العام دخلنا في العام الثاني، السيده الصراحه الرغبه ديالها كتزيد، يعني ما نكذبش عليكم اكثر من الاول. انا غادي تسالوا واحد السؤال واحد اخر، واش هاد المراه قدرت تحمل منك؟ شنو غادي نقول لكم الخوت؟ قضيه ديال الحباله غادي تحمل، ولكن واش مني ولا ماشي مني هذاك الله اعلم، لان السيده غادي نحصل عليها الخيانه الزوجيه. ماشي مره ماشي جوج الخوت، ماشي ثلاثه ماشي اربعه، راه 10 ديال المرات الخوت، حاسبهم على رؤوس الاصابع. المهم هاد السيده هادي كيف ما قلت لكم العام الاول دوزناه بخير وعلى خير، وفين ما كانت كتبغي حاجتها كنعطيها ليها بكل فرح. العام الثاني بدا كيدخلني شويه ديال العيا، ما بقيتش كنقدر، وكنقول ليها عافاك فلانه انا راه هشنو هشنو ما قدش. كتقول ليها لا ماشي مشكل. في الاول كانت كتغض البصر ما كتقول والو، ولكن كيبان ليا في الوجه ديالها وفي الملامح ديالها كتغير، وان هاد السيده غير كدو صافي، راه ماشي ما باغياش ولا راه سامحه في حقها، لا يعلم يعني الله علاش كتخطط. المهم واحد النهار حتى جات عندي قالت لي فلان، قلت ليها نعم، قالت لي وبغيت نفرحك. قلت ليها فرحيني الله يفرحنا كاملين. قلت لي انا راني حامله، كذبش عليكم طردت عليها غير طيره وعندك تبقيت كنغوت ونقص. مع العلم هاد الوقيته هادي راني ساكن مع والديا، يعني راني مع والديا الحمد لله معزز مكرم، حتى الام ديالي ملي اختارت هاد البنت كانت هي وياها متفاهمين. ما ننكرش واحد الحاجه، ان الام ديالي هي ومراتي كانوا متفاهمين بزاف بزاف، ومراتي كتقوم بالواجبات ديالها في الدار على اكمل وجه، ولكن الوالدة الخوت ما كان لا كيحملها ولا كيقبلها. كان دائما كيقول لي يا ولدي انا نقولها لك بصريح العباره، مرتك راها ما كتدخلش للخاطر. كنقول لي علاش الوالد؟ قال لي ما كتعجبنيش ما عرفتش علاش. الوالد مسكين شحال مره شاف عليها شي حاجه وما بغاهاش يقول لي، عارف اني مريض وكمعاني، والحمد لله قلت واخيرا تزوجت وصدق لي الزواج مع القاها حامله
ما عرفتش الوالد مسكين ما بغى يقول لي والو، مع كنحصل عليها شي حوايج ما كيعجبوش وما بغى يقول لي والو، غير كنت كنحس به ما كيحملها ما كيطيقها. صافي هي هذيك بقينا هكذاك تقريبا، دوزت الحمل ديالها بخير وعلى خير، اللي كانت كتشهاها كنجيبها لها قبل ما كتطلبها. اما امي والله الا لا حاطه على كفوف الراحه، كتقول لها غير بنيتي بنيتي بنيتي، خواتاتو خواتاتي، وما كانوش كياخذوا الحب اللي كانت كتاخذ هي. هي من الحرام كانت غلبانه غير بالسياسه، غير الفم ديالها اللي كيضحك، ما تسمعش منها كلمه اح ولا اوف ولا عييت ولا ما درت ديك الحاجه ولا علاش انا درت ديك الحاجه واختك ما درتش ديك الحاجه. نهائيا الشغل كتضيه بحال لا مولاتي، كتشقى الشقه ديال النساء القادات. والله الا ملي كانت كتنوض للشقه الا كنبقى انا حل فيها فمي، وكاع الناس اللي كانوا كيجيو عندنا هكا ضياف العائله ديالنا كانوا الصراحه كيموتوا عليها، كيقول لك تبارك الله مصوابه وقلبها كبير ومضيافه كترحب بالضياف كتضحك في وجوههم. المهم هذا الشيء كامل كانوا كيشهدوا فيها، ولكن اخوتي تزين بخطاته الاولى. المهم هذه السيده كيف ما قلت لكم دوزت الحباله ديالها بخير وعلى خير، ولدت لي ولدي الاول ما نكذبش عليكم، حماقيت وتسطيت عليه آية في الجمال كيشبه لمو، حيت انا مرتي كانت زوينه بزاف. المهم هذاك هو دوز السبوع ديال ولدي، الوالد مسكين هو اللي سبع لولدي الاول، قال لي والله ولدي ما دير يدك في الجيب، السبوع ديال حفيدي الاول راه على حسابي. هنا العلاقه ديال الوالد وديال مراتي ما كانتش مزيانه. مهم انا في الاول كنت كنقول غير ربما الوالد جاتو الغيره، ولا حيت انا مراتي متفاهمه معايا وضحكي ونشطي مع الوالد شويه شويه، خصو الجديه في الامور، ما عندوش مع داك الضحك الباسل. شحال مره كانت كتضحك معاه وداك الضحك الباسل ما كانش كيعجبو، كان كيقول لها بنتي انا ماشي قدي قدك، انا راه في المرتبه ديال باك الله يرحمه احترميني. كانت كتقول لها عمي فلان انا غير كنضحك معاك مالك مقندش. المهم الوالد ديالي شحال مره كينوض من الطبله ديال الماكله كيغضب وكيمشي، حتى كيندمها حتى كتقول لك والله ما نعاود نضحك معاه. في الاخر عاود تناسي عليه وتولي عاوتاني تبقى تجبد عليه الهضره وتضحك معاه بواحد الطريقه هو ما كانتش كتعجبو. المهم دازت الايام والاشهر، مراتي ولات كتطلب العلاقه بشكل مستمر، تورو السيده خاصها في الليل في النهار. كنت انا كنعذر ليها كنقول لها حنا راه حنا مدار مع دار العائله، زعما ما يمكنناش هذا الشيء نديرو حنايا بشكل يومي، كنا في دارنا اه. ايوا تما المراه ولات كدير المشاكل، علاش؟ قال لك سيدي باغا تعزل دارها بوحدها. هي في الاول هي وامي كانوا السمن مع العسل، والله العظيم الا كنت انا كيحير لي فيهم الامر كنقول سبحان الله العظيم، اول مره نشوف العروسه والكبنه ديالها متفاهمين بهذا الشكل هذا. ولكن سرعان ما مرتي قلبت عليها وراتها الفصل الثاني وقالت لها اجي نوريك شكون انت وشكون هو باك. ايوا ما خلتش هي وياها واحد النهار، انا مشيت نخدم عادي خليت النساء صحه سلام، جيت نتغدى لقيتهم تشادين بعضياتهم، هذيك هضره وهذيك عشرة. مرتي جالسه هي قيق قيق، امي قالت لك ولدي والله ما تعديت عليها ولا درت لها شي حاجه. قالت ليه قالت لي امك ضربتني ومدت عليا يديها وها انت تشوفني انا مريشه. امي كتحلف وكتعطي القلبه مع الام ديالي، كان ديجا وقع ليا معاها البلان مع مرتي الاولى. صافي قلت ليها ما يمكنش انا نكذب مرتي حيت هذا الشيء دارتي شحال هذه ودابا هي ناتيك الدوده. المهم تخاصمت مع امي ما نكذبش عليكم الخوت، ما خليت ليهاش بلا هضره. قلت لها امي واش خليني عايش هاني ولا نشوف عاوتاني فين فين نزيد وفين فين نصد. امي مسكينه واخا كتبكي ما لقات ما تقول. حيواناتي قالت لك لا لا سيدي انا باغا نعيش معاك انت وانت هو راجلي، وانا بغيت الحريه ديالي وما بقاش انا هكا مربوطه في دار باك، نوض عزل ليا. بقات كتنقب في الهضره كتنقب في الهضره كتنقب في الهضره، حتى لواحد النهار هو يقول لي الوالد ولدي الله يرضي عليك انا غادي نكري لك وسير دي مرتك الكرانه نعاونك فيه. مي قال لي الوالد هاد الهضره ما خلى لي ما نقول، حيت الوالد في الاول هو اللي كان مصر على انني نتزوج ونسكن معاه اول مره، ولكن هاد المره ما عرفتش علاش، مع العلم شايفني انا مريض محتاج المراه وعندي الولد الصغير. قال لي هز عليا مرتك ولدي راه ما صالحاش اصلا تعيش معايا هنايا، شي نهار تجيب لي شي منتف. كنت كنتمنى غير نعرف الوالد علاش كيهضر، ولكن الصراحه ما كان كيقول لي حتى شي حاجه، ما كانش كيجي ويقول لي اجي ولدي نقول لك اشنو شفت ولا اشنو سمعت نهائيا. المهم هي هذيك سيت راسي مشيت قلبت على الكرا، لقيت واحد بيت وكوزينه واحد المريحي غير صغير. قالت لك سيدي ماشي مشكل حنا نسكنوا في هذه من بعد يتسع علينا الله، حنا غير انا وياك والولد يعني ما عندنا ما نديرو حنايا بشي دار كبيره.
فعلا هزيت مراتي مشيت، كنا في ديك البرتوش كيف ما كيقولوا، حمدنا الله وسقرنا. كنت كنمشي نخدم كنجيب حالاتي انا الخوت، فاش كنت كنمشي نخدم كنتلاقى مع الجيران شي كيتنخمو البزاق، شي كيخنزر فيا ويدوز، شي كيشوفني ويبقى يقول الله يخليها سلعه الله يخليها جوره. ما فهمت والو. حتى واحد النهار مشيت كنشكي على واحد مول الحانوت، مشيت نتقدم من عنده، واحد الراجل طيب ومزيان، كنت كنتقدم من عنده هو يقول لي والله ولدي لا راك كتبقى فيا. قلت لي عمي فلان ربي ربي لما قول لي اشنو هاد الشيء واقع هنايا في الحومه. قال لي شنو ولدي؟ قلت له واش هاد الجيران ما قبلونيش؟ واش شافوني مريض بالسرطان حساب ليهم غادي نعديهم؟ اشنو واقع؟ اشرح لي. قال لي واشنو غادي نقول لك ولدي؟ واش تبغي الصراحه ولا تبغيني نكذب عليك؟ قلت له شوف عمي انا ما جيت وسولتك حتى راني باغي الصراحه وكنقلب على الصراحه. قديتي عمي ما تعاوني بها وتمد لي يد العون، هذاك الشيء اللي بغيتو. قول لي شنو كاين؟ ولا كاينه شي حاجه؟ ما نسمحلكش الا خبيتي عليا، ما بغيتيش عمي شغلك هذاك. المهم قال لي ولدي الهضره ما تكونش حنا، ها انت كتشوف دابا راه حنا في الحانوت البقاله، شي داخل شي خارج، خليت نكونوا انا وياك دير شي وقيته نتلاقاو انا وياك ونهضروا. قلت لي واخا عمي اللي تبغي. قلت لي فين بغي نتلاقى؟ قال لي الوقت اللي بغيتي وفي البلاصه اللي بغيتي. قلت لي وصافي معيش كتسد. قال لي كيأذن العشاء كنمشي نصلي العشاء صافي تما كنكون مطرق المحل. قلت لي ونتلاقاو في المسجد ان شاء الله. قال لي صافي صافي. مشينا صلينا العشاء انا وياه، خرجنا من الجامع مشينا طرفنا لواحد البليصه دايره بحال الجرده تلقاهو، ما بغيتش نمشي ليها من هرج الناس، بغيت نهضر انا وياه الراس في الراس ونعرف شنو كاين. قلت لي واه عمي هضر واتي ما عندك. قال لي ولدي امني باش نهضر. قلت ليه الامان والضمان عليك، غير هضر عمي وقول شنو كاين، راك خلعتيني. قال لي ولدي شنو غادي نقول لك ولدي؟ مرتك راه هي اللي سببك في هادشي كامل. هو قال لي مرتك وانا وقفت، انا بحال اي راجل عندي فيا النيف وعندي عزة نفس، ما نقدرش شي واحد يهضر لي على ولادي. قلت لي كيفاش مرتي عمي فلان؟ هي واحد حتى المراه ما نتفهموش انا وياك، اش جاب المراه في هادشي كامل اللي هضرت لك عليه؟ قال لي شوف ولدي جلس وثبت، وراه قلت لي الامن والضمان، خليني نهضر ولا غادي نوض نمشي بحالي، ما تندمنيش. صافي جلس قلت ليه هضره عمي فلان شنو كاين غير طلقني. قال لي مرتك وليدي هي اللي دايره هاد المشاكل كاملين. قلت ليه كيفاش انا ما فهمتكش؟ قال لي مرتك سيدي راها هي تا كتخرج من هنا تخدم وهي كتجيب بنادم براني كتدخلو على ولادك. قلت ليه ولكن ما يمكنش، شكون اللي قال لك هادشي وشتيها بعينك؟ قال لي ولدي شنو غادي نقول لك؟ حتى انا في الاول راني تصدمت، انا في الاول ما شتش بعيني وتقالت لي هاد الهضره، ولكن ملي حطيت ولدي الودن والعين راني شت الدخول والخروج في دارك، وماشي غير راجل ماشي غير جوج. قال لي يا بنادم بدل، يعني كل مره تشوف صفه في شكل. قال لي والمراه راها ما كتدخل بنادم ما كتدخلو حتى كتخرج نتاعي، وكتدخل بنادم في الصباح ماشي في العشيه ماشي في الليل، حيت انت في ديك الاوقات كتكون في دارك. ولا ما تيقتينيش يا وليدي حط الودن وحط العين وراقب دارك، ولا صدق هاد الكلام اللي راني ساير نقول فيه كذوب قطع يديا واللي بغيتيها نخلصها لك. صراحه خلاني مصدوم ومقادرش نطلع النفس. والله الخوتي الا كنت كنحس بالسخانه كتطلع معايا وكتهبط، ما تيقتش كنقول يا ربي نكون غير كنحلم. اشنو كيقول هاد السيد؟ واش انا مراتي فعلا كيف ما قال هاد السيد كتدخل الرجال؟ ما يمكنش، مراتي كتبغيني، مع العلم ان العلاقه ديالي الزوجيه بها ولات كتكون مره في الشهر الا كثرنا جوج مرات ثلاثه في الشهر، والمراه عندي جائره. كنت نلقى داكشي ديرو بشكل يومي، لدرجه كانت كتجيب لي بزاف ديال الحوايج كتقول لي دير لي بهم، الا ما كنتيش قاد انت دير لي بهاد. صراحه كنت حاس براسي انني ظالمها في هاد الناحيه هادي، ولكن انا هادشي قلتو لها النهار الاول وهي قابله. ملي كنقول لها شوف الناس انا ما قادرش ندير معاك شي حوايج ما قدتش عليهم، انا النهار الاول جيتك الصراحه وقلت لك انا مريض وشنو عندي وشنو عندي وكيفاش وهذاش. قالت لي حتى انا مازال قابله عليك وحتى انا ما قلت والو، راه كاين طرق بس زعما انا نشبع الرغبات ديالي، انا ما كنتش الصراحه كنبغي ندير مع هذوك الطرق كيجوني في شي شكل. المهم الخوت انا راني غير كنخوي عليكم قلبي وصافي، كنتمنى منكم تسمحوا لي. المهم هاد السيده هادي ما نكذبش عليكم دوخاتني، واش فعلا كتخوني؟
واش فعلا دايره علاقات مع الرجال، هادشي اللي ما بغاش يتفهم ليا نهائيا. وقلت لا 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 لا، هادشي هذا اللي كيقول هادشي هذا اللي كيقول هاد السيد ما باليش فيه، انا غادي نتاكد اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فبغيت نتبين الحقيقه ونزول الشك باليقين. شنو وليت كندير؟ وليت كنراقب داري، وييها الخوت وليت كنراقب داري وغير من البعيد، حط العين وحط الودن، ودني حتى الجيران اللي كيهضروا كيقولوا عليا كلام اللي ما مزيانش، وكيقولوا بلي راه هو اللي كيحرض مرتو على هاد الشيء، هو اللي ديوت وكياكل من لحم مرتو. واش تبعيني اللي ما كيصرش الخاطر؟ مرا فعلا كتدخل الرجال الخوت، وماشي غير واحد وماشي غير جوج، كان دخلت واحد السيد وقسما بالله خوتي الا كان خدام معايا وصاحبي وعشيري وعزيز عليا، هاد السيده دخلات لداري ودارت معاه اللي دارت. هتقولوا لي علاش ما واجهتهاش؟ الخوت انا كون نواجهها ونقول ليها شنو درتي اكيد غادي نقتلها، غادي ندير فيها شي كارثه، راه ما عرفتش شنو غادي ندير فيها. المهم في الاول انا ما واجهتها ما والو، بقيت كنراقب داري. شد داكشي ما كيعجبش فعلا، المراه كتدخل الرجال وماشي زعما نهار اه ونهار لا، راه بشكل يومي. ورا الخوت كنت غادي نحمق، كنت غادي نتسطى، والمشكله ديالي ما قادرش نهضر على الخوت، ما قادرش نهضر، كنرجع لداري وكان شيئا لم يكن، كنبقى نشوف فيها وفمي محلول، ما كنقدرنا نقول ليها لا شنو كديري ولا شكون دخلتي ولا شكون هذاك اللي جا عندك، ولا نقرب حتى للدار، راه بامكاني نعيط غير للبوليس يجيو يجمعوه، ولكن ما كنقدش، ما عرفتش شنو داكشي اللي كيجيبك مني. واش خوفي من الشوهه والفضيحه؟ واش حيت انا تربيت شخصيه ضعيفه كنقول غير غادي نوض نفضح راسي؟ انا راهي الا فضحت غادي نفضح راسي ونفضح عرضي، بحال والو توقع فيا شي كارثه، وداك الولد اللي عندي كي غندير معاه؟ المهم الخوت حديتها ما دخلتش غير واحد ولا جوج، المهم شي سيمانه وانا مراقبها. صافي عرفت السيده كتدخل بالعلالي الرجال، عندها يا الخوت بحال شي حاجه بحال الشرب ديال الماء، هادي تدخل هذا تخرج هذاك، المهم دايره لي دار الدعاره. ملي كنمشي عندها كنبقى غير حال فمي، كنقول ندخل عندها وندير لها ونقتلها، صافي حتى كنهد ندير شي حاجه غير كندخل. تقولوا يا الخوت كتشدي ليا فمي وتخيطو، ما كنقدرش نهضر شي حاجه ولا نقول شي كلمه من غير انني كنبقى غير كنشوف فيها. والمشكل مؤخرا بقات كتطلب مني العلاقه. صافي هي هذيك، انا بقى عندي حل واحد، انني نلتج الله سبحانه وتعالى ونطلبو ونرغبو ونزوق فيه يشوف ليا شي طريق ديال الخير اللي نقدر نسلك. بغيت نحماق وبغيت نتسطى، خصوصا ملي كيطلقاني البقال وكيقول لي امضره فلان، واش شتي لي شت انا وسمعتي لي سمعتو انا؟ كنهضرش معاه وما كنكملش معاه ديك السلام عليكم، حتى التقضيه ما بقيتش كنمشي نتقضى عليه. حاولت نبدل بعدا غير ديك الدار، ولكن حرام واش لقيت. التجأت الله كيف ما قلت لكم الوالد ديالي، مشيت عندو قلت ليه با، قال لي نعم ولدي، قلت ليه با انا راني حاصل، قال لي عارفه ولدي، قلت ليه شنو عارفه با؟ قال لي عارفك حاصل، قلت له عارفني بعدا فاش حاصل؟ قال لي عارفه وليدي الحصله ديالك، الحصله ديالك هي المراه، المراه اللي خرجت بنت الحرام قدها. وليد ديالي مسكين حس بيا ما بغى يقول لي والو، كان باغيني نعرف الحقيقه. قلت ليه الوالد علاش ما قلتي لياش؟ واش تعرف مرتي خرجت الطريق؟ قال لي مرتك ولدي ماشي خرجت الطريق، مرتك فيها دعوه الشر الخالده. قال لي انا ولدي انا شيخه وطمعت فيا. قلت ليه ما يمكنش، قال لي وييها وليدي، قال لي انا عارفك ولدي ما غتقدر دير والو، حيت هذيك بنت الحرام نهار الاول قلت لك بعيد منا، راه ماشي دل العشره. قلت ليه با انا ما قدرتش نهضر وما قدرتش نواجه السيده، شنو غادي ندير؟ قال لي ما عندك ما دير ولدي، اما تواجهها واما عيط لها للبوليس يجمعوها فين تمشي فين تربى. صافي الوالد قال لي شوف زعما توكل على الله. بديت الخوت باش زعما ندير حتى انا حل لراسي، لقيت المراه حامله، قالت لي فلان، قلت لها نعم، قالت لي انا حامله، قلت لها مني من عارفه باه؟ غير انا قلت لها مني من عارفه باه، السيده تزرك وتحمر وتصفر وتخضر، طلعت بلون لون كيهبطها
لون كاين الزلان ولون كيطلعها. قلت لها كيفاش انت شنو كتقول؟ اشنو هاد الاتهامات؟ قلت لها ما تخافيش انا غير ضحكت معاك وصافي. المهم بغيت نبين ليها والو. انا الخوت ديك الساعه سكت وجبت الطم ما قلت ليها والو. صافي بقيت صابر كنقول كيفاش المراه حامله. مشيت عند الوالد قلت ليه با المراه حامله. قال لي وليدي واش كتثق بيها؟ الا من الله هذاك الولد واش ولدك ولا ماشي ولدك؟ لا الاول هادشي اللي في كرشاك. قلت ليه كيفاش؟ قال لي ما تنساش اولي الطب راه قال لك احتماليه انت ما تولدش. قلت له ولكن راه قال لي 50% تولد. قال لي اجي ولدي نقول لك دابا انا باك وصاحبك واخوك اعتبرني كلشي، هاد المراه واش كدير معها شي علاقه؟ يوم قلت لي شنو غادي نقول لك الوالد؟ لا حياء في الدين انا ما كاينها ما كاينها ما كاين. من الوالد مسكين بقى حير. قال لي اما تهضر واما انا اللي غادي نهضر. عرفتوا البنات فرعاني الكحه والله الا كنعاود وكنحبس كنعاود وكنحبس. عرفتوا هي شادها وهاد الكحه ما كتمشيش بريت منها وعاود رجعت ليا شكوى على الله الله يشافينا كاملين. المهم قال لي الاب ديالي غير تهضر ولا نهضر. قلت لي شنو غادي تقول ابا؟ ها انت هضرتي شنو غادي تقول؟ قال لك غادي نجمعوا لي هاد الدلائل وغادي نديوها فين تربى. قلت ليه ولادي. قال لي مازال كتقول لي ولادي. المهم انا ما ديتش بري بابا. قلت ليه الوالد نصبروا شويه ونشوفوا بعدا شنو واخا انا نوض دابا نطلق راه حامله. قال لي خصك دير اثبات الابوه. قلت ليه الوالد واش انا عندي شليله باش نوض انا نبقى نجري في المحاكم عاوتاني وندير اثبات الابوه؟ ما كاين الوالد لا اثبات الابوه ولا اثبات الاموه. انا راه ما ندير حتى شي حاجه. انا هاد المراه غادي نشوف كيفاش نخليها تولد بعدا ويكون خير. الخوت ما قدرتش نصبر لداك الشيء اللي وليت كنشوف. مراتي غلقات راسها حامله وهي تنقص من داك الشيء ما بقاتش كيف ما كانت. مع العلم كيجيها الوهم ديالها خايب بزاف ملي كيطيحوا في كرشه وهي كتقيه. المهم داك 9 شهور كنت كنراقبها ما كاين والو. حتى لواحد النهار هو يتلاقاني مول الحانوت في الجامع ايوا قال لي شفنا مولات الدار ثابت وقيله. انا ما رديت عليه قلت ليه اي والله هدي ما خلقو صافي خرج بحالاتي ما كنقدرش نشوف في الناس. الناس كاملين داوين عليا. هنا فين غادي نواجه مراتي وغادي تكون عندي الشجاعه ولكن فوقاش حتى بدل داك الدار. حتى لهاد المره الوالد مسكين هو اللي عاوني قال لي نوض ولدي بدل ديك العتبه بعدا على الاقل تهرب من الهضره ديال الناس. فعلا بدلنا ديك الحومه كامله. كنت كنسكن فواحد الجهه غربيه رجعت لواحد الجهه شرقيه يعني ديك البلاصه كامله بدلتها. والبلاصه اللي مشيت ليها ما كيعرفني فيها حتى واحد. وقلت انا ربما هاد الانسانه تكون ثابت. خليتها كملت الوحم ديالها كملت الثقل ديالها فكها الله بخير ولا خير. النهار اللي مشات تولد مراتي ما كنتش فرحان كيف ما الفرحه ديال الولد الاول حيت كان عندي واحد الشك ديال 99.99% ديال داك الشيء ماشي ولدي. حتى هذاك اللي معايا كتشك بلي هو ولدي. المهم الخوت بحال بغيت نمرض بالوسواس. كنت كنقول غير تك غادي نواجهها. ايوا فاش واجهتها السيده بقات غير كتشوف. قالت لك لا وكيفاش وكل قال لك هاد الهضره؟ قلت لها شوفي مدام انا راه عندي هذيك الادله كامله. وتصور الخوت ما واجهتها حتى خرجنا من ديك الدار. واش كانت دايره ليا شي حاجه؟ واش كانت باكماني؟ والله ما نعرف الله اعلم. المهم انا ما واجهتها حتى مشينا لديك الدار الجديده. الحمد لله ربي سخلي فواحد الدويره زوينه بزاف. ايوا الخوت ملي تواجهت معها وقلت لها ما كاينه ما كاين في الاول نكرت وقالت لك عمرش مش غربت وحكا وكانوا باغيين يفرقونا. وديك الجيران كاملين كانوا كيغيروا من العلاقه ديالي معاك وكانوا ما كرهوش يكونوا في بلاصتك وهادي. وداك الرجال راهم كانوا كيتحرشوا بيا واللي ما كيلحقش اللحم كيقول عليه خانز وانا حكا ما عمرني درت لا بيديا ولا برجليا. قلت لها شوفي ها الدلائل. سجلت لها شحال من فيديو فاش كان كيدخل عندها واحد ويخرج عندها الاخر. المهم فتح لي دار الدعاره فاش واجهتها عرفتو السيده تزنقات بقات كتقفقف ما لقات ما تقول. قلت لها هضري عبري اشنو هذا الشيء؟ قلت لي لا وانا. قلت لها ما تقولي حتى شي حاجه بنت العبد الحمد لله ملي راكي باقا عايشه على وجه هذه الكره الارضيه. قلت لها عرفتي كنتي طحتي في شي واحد كره قتلك وشرب من دمك. قلت لها انا لحد الان مازال ما عارفش اشنو كنتي دايره ليا وكيفاش حتى ضبعتيني وكيفاش حتى وليت انا ما كنقدرش نهضر قدامكم ما كنقدرش نتفافى. ما عرفتكش شنو درتي ليا بنت الناس. انتي راه تسببتي لي بزاف ديال الحوايج. قلت ليها ما قدكش هادشي اللي كنعاني منه.
قلت ليها ملي دايره بحال هكذا دايره بحال الكلبه اللي كتصرف. ولا اختي في الاول قلت لك المشكل ديالي، يقول لي يا خويا لا انا ما قداش، انا باغا حقي. قلت لها بنت الناس انا صرحتك باش ما نكونش كذاب عليك، ما نكونش كذبت عليك في الاول ونكون نافقتك. المهم ما خليت لهاش حنت على رجليا وبقات تبوس ليا في رجليا، عافاك سمح لي والله ما نعاود، ورا غير الشيطان ورا غير نزو ورا غير هادي وغير هادي. المهم الخوت ما لقيت ما نقول، والله العظيم الا عدت في حبال الصبر بقاو فيا غير دوك الوليدات. بيني وبينكم واخا كيقول لي الوالد هذوك ما حاولش يكونوا ولادك، بغيتهم يكونوا ولادي واخا ماشي ولادي، انا قبلهم في حياتي وباغيهم يكونوا ولادي حيت انا خايف نكون ما نولدتش، وانا باغي وليدات هكا اللي ينسوني. انا مريضه ما عرفتش شحال باقي لي في هاد الدنيا صراحه، بغيت نطلقها لكن شي حاجه الداخل ديالي ما كتخلينيش. اما الام ديالي ما عندها ما تعاود على هاد الشيء. انا الخوت السيده هادي مازال عايشه معايا لحد الساعه ولحد هاد الدقيقه راه معايا، ولكن ما عمرني غادي نكون معاها كيف ما كنت شحال هادي. اللي قديت عليها من حقوقها كنعطيهم لها، اللي ما قديتش عليها كنقول لها كملي بيديك انا ما عندي ما ندير ليك. شحال من مره قلت لها نوضي بنت الناس طلقي ما ديريش الحرام طلقي اختي، شحال من مره كنقول لها يا ريت كانوا العيالات عطيهم ربي الحق يتزوجوا اكثر من واحد. قلت لها والله تنزوجك انا اربعه، انا نزوجهم لك وعيشي الحياه على لا مع راساتك، ولكن بنت الناس اللي ما عندكش الحق فيه هو انك تخونيني. انا امنتك على حياتي وقلت لك انا ها شنو عندي وها الموقف اللي راني محطوط فيه وها باش مريض، ما تجيش تخليني تنخرج من داري وتدخلي عليا الحرام وتدخلي عليا الحرام على ولادي. قلت لها ونزيدك بعدا هاد الولاد واش متاكده بلي هما ولادي ولا راه انا راه قلت لك نهار الاول 50% عندي فرصه ديال الانجاب و50 لا. قلت لها ما عرفتش واش انا من داك ال50 الاولى ولا ال50 الثانيه. كانت كتحلف وتعطي القلبها كتقول لي قسما بالله العلي العظيم الا راه ولادك. شحال من مره كنقول لها غير نوضي تطلقي، نوضي لالا تطلقي وعيشي حياتك راه من حقك، ما من حقك تجلسي تخوني فيا بدم بارد. كتقول لي لا انا ما نفرقش ولادي على باهم، كتقول لي ولا بقيت تطلقت منك انا ولادي ما غاديش نخليهم لك غادي نديهم. وهذا هو المصيبه، هذه هي المصيبه، وهذا هو مربط الفرس، وهذا هو المشكل اللي انا خايف منه وكنعاني منه، ان المراه تطلق وتدي لي ولادي. راه نقدر نمشي فيها نحماق الخوت نتسطى ما عرفت شنو غادي يوقع فيا، حيت داكشي ما عندي في هاد الدنيا غير داك الوليدات، ما كيهمونيش ولاد منهما والله ما كيهمني. بيني وبينكم واخا كانوا دابا عندي الفلوس حاليا ونقدر انني ندير التحاليل ديال اثبات الابوه والله ما نديرهم، واخا شقتني وراه ما كنعش الخوت وراه ما كنعش. الطبيب كيقول لي راه بديتي مزيان وليتي مزيان في صحتك ودابا المرض يقدر يرجع، ثبت صاحبي وخلي الزرع ينبت وخلي راسك تبرى. كيقول لي بركه من التوترات العصبيه وبركه ما تمشكل راسك ودير الهم في الشبكه شي يطيح شي يبقى. كنت عاودت للطبيب ديالي هذا المشكل كامل على الخوت، مسكين عطاني الودن وسمع ليا وقال لي ما عندك ما دير دابا خلي الامور كفا كما هي حتى يدير لك ربي شي تولي ديال الخير. قال لي انا اكون منك ما غاديش نقدر نصبر، بازلك صبرتي بازلك صبرتي على داك الشيء، بازلك شتي مراتك كتدخل الرجل وصبرتي ياك، وكنت انا بلاصتك يمكن نكون ارتكبت شي جريمه. كان الداخل ديالي ما كرهتش نشدها دكتور ونقطعها طريفات صغار ونعطيها للكلاب ياكلوها، ولكن فاش نبغي ننفد وما كنقدرش، ما عرفتش واش من الله ولا من العبد، واش بكماني دايره ليا شي حاجه. العلم لله الواحد الاحد، داكشي علاش انا راني ساقر وساكت وصابر على ودي ديك الوليدات. اما الخوت حاليا هاد السيده باقا معايا، حاليا عايشين انا وياها، راقبتها وعاودت ما كدير حتى شي حاجه، شي حاجه واخا بسيطه ما كديرهاش. التليفون هو الاخر كان عندها حيدتولها، ما عندها لا تليفون ما عندها حتى شي حاجه. راقبتها الخوت وحرشت عليها واحد الدري كنت كنخلصو كنعطيه 20 درهم في النهار، كيضل مراقبها وشتو بحالها كيسلت بعض المرات. وكنت وصيت عليها واحد مول الحانوت دورت معاه قلت له والله تندير لك شهريه غير راقب عينك على بابي. قال لي ودي راه بالعماله كنشوف شي حاجه،
ولا شفت شي حاجه وما قلتها لكش ما تسمح ليش. حاليا راها ساقره ما كدير والو، ولكن الله اعلم الخوت. المراه واخا تسرت عليها في قفص الا بغات تخونك راه تخونك. وهاد الانسان انا باش كتقتلني وكتحطمني كتبان دريويشه. المهم هادي وداز، بقيت عايش معها واحد المده. من بعد صافي تأزلت الصحه ديالي وليت عاوتاني كنعاني. قال لي الطبيب المرض بدا كيتكون، خصنا عاوتاني نديرو الدواء، خصك الكيماوي. هنا فين صافي تأزمت الصحه ديالي، ما بقيتش قادر نخدم باش نخلص داك الكره. وليت رجعت عند والديا عشت معاهم. هاد المره هي راحاني الراس، انا كندير الدواء ديالي وكنرجع. اخوتي اخويا وخواتاتي هما اللي كيتعاونوا معايا مساكن في المصروف. حاليا عاد كندير الدواء. هي راه ساقره وقاعسه، عيات فيا قالت لي نوض نمشي نخدم. قلت لها ما تخدمي ما والو، شنو درتي انت في الدار حاره تمشي تخدمي؟ جلسي خليني تنموت وديري داك الساعه اللي بغيتي، غير خليني ساقره ما تضحكيش فيا الناس كثر ما ضحكتيهم فيا. المهم الخوت دابا حاليا هي راها مع والديا واكله شربه معززه مكرمه. انا باقي كنعاني من المرض ديالي، الله يشافيني ويشافي جميع المسلمين. وكنتمنى من الخوت كاملين يدعيو معايا. انا عارفكم غادي تقولوا لي زيرو رجوله وتقولوا لي اشد الكامل. انا الخوت والله ما بغيت والو من هذه الحياه، غير ربي سبحانه وتعالى يدي هذه الخشبه في الامان والضمان. صافي ما بقيت باغي والو، ما عندي لا احلام ولا اهداف ولا والو. انا الهدف ديالي انني نمشي عند الله سالم غانم، ونمشي عند الله شهيد. لان الانسان اللي كيكون مريض كيقول لك يمشي عند الله شهيد، هذا ما كاين. فعلا كنت محب للحياه وكنت باغي نعيش، ولكن اللي درت فيا هاد المره هاد الشيء هذا، راني خوتي عايش وما عايش، ديما عايش في الشك. انا ما قادرش نلبي ليها الطلبات ديالها كاملين، وما باغاش تطلق مني. كتقول لك انا ما غاديش نتطلق، حيت اصلا ما عندهاش كيفاش دير تطلق وتمشي تخدم بجوج ديال الدراري، ما عندهاش كي غادي دير. هي صافي قانعه بداك الشيء اللي انا كنعطيها، كتقول لي بركه عليا تبقى لي غير انت بصحتك، وانا هذيك غلطه ودازت. مع العلم ما كنجبد عليا حتى شي حاجه، هي اللي كتجبد عليا الماضي. فاش كتجبد عليا داكشي اللي درت كنقول ليها العار خليني ننسى، عافاك اللي خليني ننسى. والله الخوت كانت شي قومه اللي تمسح شي بلاصه من ديك الذاكره اللي عندي مخزنه داكشي اللي شفتو بعينيا، ويجي شي حد يقول لي ها انت نمسح لك ديك البلاصه، والله حتى نمسح باش ما نبقاش نعقل. وهي كتبقى تقول لي اسمح لي وعافاك، وانا ماشي لخاطري، وانا هادي، وانا غير مرا، وانا يا غير غلط والشيطان. كنقول لها لا غير سكتينا، راه الشيطان متبري منك، سكتينا صافي ما قلت لك والو، سكتي وجمعي راسك. حاليا كيف ما قلت لكم الحمد لله وشكرا، ساقره مع الوالده ديالي حاليا متفاهمين، ما كيديروا لا صداع لا والو. كتنوض بكري كتخدم الشغل ديالها، الوالد ما كيحملش فيها الشعره 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 ما كيحملهاش فيها. المهم بقينا عايشين مع الوالدين هكا واحد الفتره، حتى الوالد مسكين ما عرفناش كيفاش وقع له. سبحان الله العظيم، الانسان اللي مريض وكتسنى الموت ديالو هو اللي كيبقى في هاد الدنيا، وبنادم اللي كيكون صحه سلام كيمشي عند الله. الوالد مسكين كان مره كيمشي للقهوه، ماشي بزاف، ما عندوش مع القهوه، ولكن ملي رجعنا سكننا معاه بحال ما كانش كيبغي يعمر معانا. ناض فطر صحه سلام مشى للقهوه، حتى كنلقاو الناجين كيدقوا لينا الحقوا الحقوا عمي فلان راه طاح ما عند مالو. ايوا هزاتو لومبيلونس ديناه المستعجلات، دخلوه ديريكت كلك الانعاش. السيد ما بين الحياه والموت، جاتو جلطه دماغيه صافي مسكين، ما جا يكمل 24 ساعه حتى كمشى عند الله. الله يرحمه ويوسع عليه. مسكين مشى وهاز ليا الهم، وكيقول يا ولدي انا محدني عايش في الدنيا ما غاديش ندوزك، وان شاء الله غادي تبرات ولي لاباس، ولكن قدر الله ما شاء فعل. سبقني مسكين وراه دابا في دار الحق. وهذه هي قصتي، وهذه هي حكايتي، وهذه هي مصيبتي، وهذه هي الكارثه اللي جيت نشاركها معكم. بغيت غير نخوي عليكم قلبي، وهانتوما شهود الى غدا مشيت عند الله، الله يرحمني ويوسع عليا ترحموا عليا. وانا هاد السيده ما ظلمتهاش، هي اللي ظلمت راسها، وبيناتنا حساب طويل عند الله. اما في الدنيا والله ما نتحاسب مع شي واحد، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. انا ملي دابا غير في مرضي وحزنت على الوالد مسكين ما صحيتش به، راه تأزمت الحاله ديالي. كنشكرك اخت امينه، الله يجازيك بخير، نتمنىك دعي معايا انت والمتابعين ديالك. شكرا لكم وفي امان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. صراحه بيني وبينكم عز عليا هاد السيد، طيح مني النص البنات.
قسما بالله الا بقى فيا وحق الله. داكشي علاش قسمت لكم القصه ديالو على جوج، حيت كان عاود مسكين وعاود وهو مخربق، مره يعاود مره يعيا مره يعاود لي من الاول خربق لي معاه، ولكن اخويا ماشي مشكل. الله يودي فوق الراس وفوق العين. على العموم كنشكرك بزاف 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 بزاف، الله يشافيك الله يعافيك الله يدير لك شي تاويل الخير. لا تعليق، انا ما غنقول حتى شي حاجه في هذه القصه، غادي نقول لك اخويا غير الله يشافيك والله يدير لك شي تاويل ديال الخير. اما على مراتك ولا اللومك ولا نقول لك مدلول، راه قدر الله ما شاء فعل، ولا ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه، ولا يضحك يتبلى، والله ياخذ الحق والله يدير لك شي تاويل ديال الخير. شكرا ليك، شكرا للناس اللي متبعينا في لاشين، عفاكم شي كلمه زوينه لهذا السيد. مريض مسكين، مريض مريض، الله يشافي جميع مرضى المسلمين يا ربي، وخصوصا الناس اللي مرادين بالسرطان. الله يشافيكم ويعافيكم ويبرد عليكم داك الشيميو، راه كيحرق. اللهم اجعله بردا وسلاما عليكم كاملين. تحياتي لكم، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.